الأخوة الشرشاء محل لبيع اللحوم والسماه، وهذا المحل مشهور بجودة السلع اللي عنده هنا من لحوم وكذا والنظافة. وراك تشوف معنا معناكم تلاحظوا معنا هذا السماه، وكل معنا هلا احنا عندنا كلنا رانا نشرو من عنده تقريبا. وشني في أجهزة اللحوم أسعار تنافسية، إن شاء الله نكونوا في المستوى في حسن ظن المواطن والزبون تاعنا اللي يقصدنا في المحل تاعنا. والمحلات هذو شوشة من جديد عليهم الخدمة هذه في مجال الجزارة واللحوم البيضاء ولا الحمراء، ما شاء الله يقدموا للزبون تاعهم أسعار مدروسة وأسعار جد تنافسية. ما شاء الله كاين فيما يعني اللحوم الحمراء، كاين الخروف، كاين في النعجة، عندنا في البقري نخدموا في الكونجلي البقرة، وفي الفودلي نخدموا فيه كونطوار، معناها فيه مذبوح جديد ومربي عنده في المزرعة، معناها محلي لوكال، مش تاع هذا اللي راهم يقولوا عليه امبورتاسيون ولا سيرجيلي ولا كونجيلي، ما نخدموش انا. ابار الجلبانة ولا بين البواسون اللي بين كونجيلي، والاخرى كاع هنا معناها فري. صلاة السلام على رسول الله. رانا في دكان اللحوم عند شوشة يرحم لي رباه وبيهم الحاج الخليفي، أكبر تاجر تاع اللحم في الجزائر في قصر الحيران، ضمون ولادته ما شاء الله. الزبون كيفاش يقدموه، كيفاش يرحبوا به، الفقير ويدي يا خيرك يا ربي، اللهم صل على النبي. كان بزاف المحلات ما الآخر ما تحتارش معايير السلامة، سواء في السلعة سواء في شغل تسمى في الاخر في الحف تاع السلعة، سواء ديزون زعما كنقولوا في شغل تسمى في عايف شومبر فروات. بصح انا ما شاء الله هذوك ربي يهديهم، هذوك نورمالمون شغل تسمى بينهم وبين الضمير ديالهم. كيسك علاش شغل تسمى انت باش تدير دراهم وشغل تسمى المواطن اللي يروح ياكل سلعة يعيش في السبيطار ولا يعيش في الجبانة، هذيك حاجة واحدة أخرى بينك وبين الضمير ديالك. هي ليسونسيا كما يقول لك شغل تسمى لا ماجوريتي تاع الناس الغواط عندهم شغل تسمى عند من يروحوا. نسعى لتوفير اللحوم الحمراء والبيضاء بأسعار معقولة وفي متناول المواطن الأغواطي. هذه المهنة توارثناها عن الآباء والأجداد، واليوم نواصل في تقديم عامل الجودة في سلعنا.